ما تكون رئيسي كان ما تكون ممثل لكافة الشعب التونسي بكامل أطيافه، الفقير الغني للبطال اللي يخدم على روحه الناس كلها أكيد جدا، خاطر أنت ممثل للشعب التونسي كل. ما تكون هذا إلا ما تكون تحافظ على كرامته أولا، ما تحافظ على كرامته إلا ما تطور من مستوى اقتصاد البلاد، تنهض بالعملة نتاعنا اللي تدنت إلى مستوى منحط جدا، تحاول تكون عادل في تقسيم الثروات في البلاد قدر المستطاع، خاطر ثم تباين كبير بين شمال وجنوب وبين اكيد جدا، رغم معناها ديما تبقى في راينا احنا الكلمه، الرئيس عنده كلمه، دونك حتى كان صلاحياتك ما تسمح لكش بالتدخل بشكل كبير في الشيء هذايا، لكن اكيد جدا انت يكون عندك راي مفصلي في الموضوع هذا. كذلك نحبوا ديما نحافظوا على استقلال بلادنا، على تطورها، على رقيها، على كرامه المواطن التونسي اللي تكون كان بالعمل بالحريه وبالاستقرار الامني على جميع المستويات الداخلي والخارجي.